بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم فيديو جديد مع هاتف جديد. قبل ما نشوفوا الهاتف وش فيه، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع الهاتف الآسي كونتيان السابق. وكما عندكم حاجة ولا بعتوها لنا في الكومنتر تحت، رانا معاكم هنا ان شاء الله ونعاونكم قد ما نقدروا. بسم الله ونتكلوا على الله. الريدمي ناف سي. قبل ما نبداو في نعالجو الهاتف، السعر تاعو راه يدير حاليا في الجزائر 3 ملايين و200، 3 ملايين و200، 3 ملايين و150، كل واحد كيفاش راهو يبيعو. هذا الهاتف هذايا 3 جيجا 64، تقدر تشريه 3 ملايين و150 ولا 3 ملايين و100 ولا تشريه حتى 3 ملايين، بس كل جيتو في هاد الحوانت 3 ملايين و100. بون بسم الله نبداو على بركة الله. الريدمي ناف بسم الله. بون هنايا 3 ملايين و100، معناها بدران جزائر 160 أورو، 155 أورو، 155 أورو. الحاجة اللي عجبتني في هذا الهاتف هو بالبلاستيك كيما التليفونات كامل، بصح جي مات ما يزلقش كيما بزاف تليفونات. شباب هايل ما شاء الله. هاوليك اللي يحب يشوف واش فيه. 13 ميجا بكسل، وليكرو تاعو كبير 6.53، والباتري ساميل، وميدياتيك هيلو جي 35 ايها البازابيز. بون الهاتف هذايا الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه ماشي تايب سي او تياج ولا راح لي اسمها القديمه كامل، والباف منها الميكرو، وهنايا تاع الكيتمان توجو ما فيش اي ار بلاستر. ريدمي يديرها بزاف بصح انا ما كاش ما فيش هذايا. بون شوفوا شي جماعه، شوفوا شي جمال هاتف. يجي مع غير الكتابات لونتي شوك، ما يجيش ما كان لا اونتي شوك لا انكصب لا هم يحزنون لا هم يزعفون. باش ما تزعفوش كي تلقاو ما تزعفوش. في بارتري في ادابتاتور 10 واط، واحد العام الجاي باش يشارج تعاود تبدل. بون هذيك قديمه راك فاهم، او تي جي هادي مبانش ازمه مع تايب سي كاش. نساها اسمها حاجه اسمها الكيتمان. ليكم مراجعه بسيطه على هذا الهاتف وان شاء الله. بسم الله وتكلنا على الله. نشالوا الهاتف هذا. واش راح نشوفو في الهاتف هذا؟ الهاتف فيه 3 كاميرات وفيه فلاش، 3 كاميرات وفيه فلاش. الكاميرا الاولى 13 ميجا بكسل، الكاميرا الاولى 13 ميجا بكسل، والدوزيام 2 ميجا بكسل 2 ميجا بكسل. هذايا يفيلمي يكاميري ب 1080 FPS، وفلافون 5 ميجا بكسل ويفيلمي ب 30 FPS، يفيلمي ب 30 FPS. يبان شغل ايفون ايه هو يبان شباب. هاي anyway 3 ملايين و100 عادية. وراح نجيب لكم الاويت، اويت ولا ويت ا، ويت ا يدير 2 ملايين و600. شوفوا قال المواصفات تاعو. المهم فيلمي 4K، 1080 30 FPS، تلقى شويه ساكوب، ويفيلمي ب HD 720 صح. لاطي تاع ليكرون عجبتني بزاف، لاطي تاع ليكرون
عجبتني بزاف، لاطيتها لي كرو 6.53، 6.53 في المدن، 6.53. ما يشتبني تبني مضبو. هذا في النهار سيكون ان شاء الله لي فوتو تاعو، في النهار نسيو لي فوتو تاعو ونشوفوه. المهم بون 6.53 جودة الشاشة LCD. بروسيسور تاعو هيلو جي 35 كيما شفتو في البعض. ولا باتري تاعو سامل، باتري تاعو مليحة، باتري تاعو تخليك تخدم به نهار كومبلي. الالعاب فري فاير هايل، باسكو لقيتو عند واحد يلعب به فري فاير طيارة، قال لي ما يحبش كاع. بون البابجي انا خاطيني بابجي بصح نمو تقدر تلعب به، بصح نسيوه وان شاء الله بعد الاستعمال نقول لكم واش عليه. المهم الكوبا تاعو جا شباب، هاي الكوبا تاعو هاي شباب وبان كبيرة، غريبة كبير ما شاء الله. الخاصية تاعو فيها دو بيس افيك ان كارت ميموار توجور، دو بيس افيك ان كارت ميموار، الخاصية دي مليحة. مش راح نقول لكم ماشي تاع الماء، ما فيش ان اف سي. بون في ليكتور برانت، ليكتور دو برانت فيه، وفيه الفيس اي دي، هذا فيه الفيس اي دي وفيه ليكتور دو برانت، فيه الفيس اي دي، فيه الفيس اي دي حبيبنا. هاي ليك مو ليكتور دو برانت، بتشبط باس كونفيرمي. المهم فيه ليكتور دو برانت وفيه فيس اي دي. المهم ان شاء الله عطيناكم معلومات عليه. تليفون هاي الحلو بيان، يبان تليفون شباب، يبان ويت فاميليا بثلاث ملايين ومية. ونجيب لكم الويت ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الهاتف. والسلام ورحمة الله وبركاته في فيديو اخر ان شاء الله. اللي ما ابوناش ان شاء الله يابوني، وان شاء الله يشعل جدي مات الجرس باش يلحقوا كام جديد. بارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم باش تعاونونا في لاشين، باسكو هذه لاشين راهي جديده وتحتاج الفالورز. This channel need more followers guys please. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.